ولا تنسوا الدعاء لمن أحسن إليكم. من هنا بدأت رحلتهم، أتوا لمهمة واحدة، لخدمة من طافوا وسعوا، من وقفوا في عرفة ودعوا. هي الفرصة وهم من ظفروا بها هذه المرة. تسمعني؟ أخذت علاج الضغط اليوم؟ أخذت البخاخات؟ أحيانا بعض المرضى ما يشوفونا لما نبكي، كثير منا ما يشوفونا وإحنا نبكي، نقفي ونبكي ونرجع بابتسامة ومعليش وأنا بنتك وأنا هنا واللي تبغاه أنا حاضرة فيه. أنا بنته بعد شوي يستلمها أخوي الثاني ويخدمه، خلاص إحنا عيالهم حتى لو معهم أحد. فكم من دعوة كانت من نصيبهم، سترحل لديار كثيرة، ستسافر، ستروى بلغات بعضها لم يجد للمعجم سبيل. تشوفي شر إن شاء الله، وإن شاء الله تقومي بالسلامة وتكملي حجك إن شاء الله يا رب. المشاعر اللي تأخذها من الحاج تبقى معك إلى حياتك كلها، تتذكرها كل دعوة من حاج، كل شيء يحسسك بقيمتك. الحاج لما يجدك ويكون تعبان نفسيا، فلما تدي كل شيء يحسسك، يحسسك بوجودك، يحسسك إنك إنسان. اشتاقوا لها قبل أن يودعوها، وكلهم أمل أن يعودوا.